السلام عليكم إخواني الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو اليوم حول كيف تجعل الدجاجة ترقد على البيض، أو كما نقول تكرك على البيض، وهي بترك دجاجة. إذا اختارت دجاجتك مكان تبيض فيه مخصص لها فتركها حتى يكتمل العدد المطلوب، وهو يتكون من حوالي من 14 إلى 16 بيضة، أي 16 يوم أو 14 يوم وهي تبيض في نفس المكان. ودورك هو عدم القيام بأخذ هذا البيض، ومن ثم بعد الحصول على 14 أو 15 إلى 16 بيضة في مكان اخترته دجاجتك، سوف تقوم بحضنه والرقود عليه كما اختارت دجاجتي في هذا المكان، وهو مكان بيت من بيوت حمام، بحيث باضت 16 بيضة ورقدت عليه كما ترون. هي الدجاجة وهي ترقد عن بيضها كما ترون، ها هو البيض. هناك دجاجة أخرى تريد أن تبيض في ذاك المكان، لكني استبدلت البيض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.